مرة أخرى ينفذ الجيش السوري كمينا يوقع فيه عشرات المسلحين قتلى. الجيش السوري كمن لمجموعة راجلة تضم عشرات في منطقة بمحاذاة طريق دمشق السويداء، كانوا يسيرون في خط أفقي، وما إن وصلوا إلى المكمن الذي زرع فيه الجيش السوري عددا من العبوات حتى تم تفجيرها. الكمين أدى إلى مقتل أكثر من 30 مسلحاً، وجرى التعامل نارياً مع من نجا من التفجيرين بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف، فيما وقع البقية أسرى. ويعتبر كمين بركة العتيبة الذي نفذه الجيش السوري في شباط فبراير العام الماضي أبرز الكمائن التي نفذت حتى الآن، حيث قتل فيه أكثر من 170 مسلحاً وأسر من بقي على قيد الحياة، ما شكل في حينها إنجازاً نوعياً للجيش السوري وصدمة للمسلحين قطعت عليهم الطريق بشكل كامل لأي تفكير بالنفوذ إلى العاصمة دمشق. تكتيك الكمائن بات مفردة دائمة في سجل الصراع مع المسلحين، فهي تمتاز بأنها تحبط مخططات الخصم الهجومية وتحول دون سقوط مدنيين كونها تجري في مناطق نائية ولا تكلف الجيش السوري خسائر بشرية في صفوفه. ينجح في استراتيجية الكمائن التي يتبعها منذ فترة ضد المجموعات المسلحة التي تحاول التنقل من مناطق إلى أخرى بالخفاء بعيدا عن أعين الجيش السوري. هذه المرة كانت منطقة البراق السويداء هدفا لكمائن الجيش السوري، حيث حاولت مجموعة مسلحة يعني التسلل باتجاه منطقة البراق السويداء في جنوب سوريا. أعين الرصد للجيش السوري وأجهزة يعني المراقبة كانت ترصد تلك المجموعة بعد ورود معلومات عن محاولة تنقلها من ريف درعا باتجاه منطقة ريف السويداء. استطاع الجيش السوري نصب كمينا محكم في تلك المنطقة، زرع عدد من العبوات الناسفة بطريقة التشريك، بالإضافة وجود يعني وحدات الإسناد الناري على أهبة الاستعداد، وعند وصول المسلحين إلى نقطة المكمن فجر العبوات الناسفة فيهم، وقامت وحدات الإسناد الناري بإمطارهم ببعض القذائف بالإضافة إلى يعني زخات من الرصاص. وعندما قدمت بعض المساندة للمجموعة المسلحة إجلاء بعض الجرحى وجثث قتلاهم، أيضا كانت وحدات الإسناد الناري في انتظارهم بمكمن آخر، واستطاعت أيضا إيقاع عدد كبير من القتلى فيهم، بالإضافة إلى أسر مجموعة لا تقل عن 20 مسلحا في تلك الحادثة. المنطقة التي تم فيها الكمين هي منطقة تعتبر من المناطق التي تحاول مجموعة مسلحة خرقها باتجاه مناطق ريف السويداء بالذات بعد خسارتها لمنطقة تل الضلفع في منطقة مطار خلخلة، في محيط مطار خلخلة، والعمليات العسكرية للجيش السوري المستمرة مرة في محيط منطقة السويداء بالذات المنطقة الواصلة باتجاه الحدود الأردنية والمنطقة الواصلة إلى البادية السورية. المجموعة المسلحة بدأت تفقد حتى طرق الإمداد القديمة لها التي حاولت إحيائها في تلك المنطقة، بالذات يعني الطرق القادمة من الأردن بعد أن أصبح الجيش السوري يسيطر على تل الضلفع التي تشرف ناريا على مساحة واسعة من منطقة البادية ومناطق أخرى تمتد في محيط مطار خلخلة ومناطق ممتدة حتى منطقة اللاجات وريف درعا. المجموعة المسلحة فقدت الآن جزء كبير من المناطق التي كانت تتحرك فيها تحت ساتر طبيعي، كون تلك المنطقة هي منطقة صحراوية تتواجد فيها صخور بركانية كبيرة وكثيرة تحاول التخفي فيها عن أعين رصد الجيش السوري. هذه العملية تأتي أيضا في ظل عمليات عسكرية واسعة يشنها الجيش السوري على مستوى كافة المحاور في ريف درعا، ما دفع المجموعات المسلحة بمحاولة الفرار من أحد المعارك في منطقة المسمية أو منطقة الشيخ مسكين القريبة من منطقة البراك التي وقع فيها الكمين. في هذه الأثناء أيضا يحقق الجيش السوري أيضا انتصارات مهمة في منطقة ريف دمشق التي شهدت بالأمس تطورا نوعيا في العمليات العسكرية للجيش السوري بالذات المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية، حيث استهدف الجيش السوري بعد معلومات أمنية دقيقة أيضا اجتماعا لما يسمى بقيادة أحرار الشام وجبهة النصرة في منطقة مضايا جيرها.
الكمين أدى إلى مقتل أكثر من 30 مسلحاً، وجرى التعامل نارياً مع من نجا من التفجيرين بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف، فيما وقع البقية أسرى. ويعتبر كمين بركة العتيبة الذي نفذه الجيش السوري في شباط فبراير العام الماضي أبرز الكمائن التي نفذت حتى الآن، حيث قتل فيه أكثر من 170 مسلحاً وأسر من بقي على قيد الحياة، ما شكل في حينها إنجازاً نوعياً للجيش السوري وصدمة للمسلحين قطعت عليهم الطريق بشكل كامل لأي تفكير بالنفوذ إلى العاصمة دمشق. تكتيك الكمائن بات مفردة دائمة في سجل الصراع مع المسلحين، فهي تمتاز بأنها تحبط مخططات الخصم الهجومية وتحول دون سقوط مدنيات الرشاشة وبالقذائف، فيما وقع البقية أسرى. ويعتبر كمين بركة العتيبة الذي نفذه الجيش السوري في شباط فبراير العام الماضي أبرز الكمائن التي نفذت حتى الآن، حيث قتل فيه أكثر من 170 مسلحا وأسر من بقي على قيد الحياة، ما شكل في حينها إنجازا نوعيا للجيش السوري وصدمة للمسلحين قطعت عليهم الطريق بشكل كامل لأي تفكير بالنفوذ إلى العاصمة دمشق. تكتيك الكمائن بات مفردة دائمة في سجل الصراع مع المسلحين، فهي تمتاز بأنها تحبط مخططات الخصم الهجومية وتحول دون سقوط مدنيين كونها تجري في مناطق نائية ولا تكلف الجيش السوري خسائر بشرية في صفوفه. ينجح في استراتيجية الكمائن التي يتبعها منذ فترة ضد المجموعات المسلحة التي تحاول التنقل من مناطق إلى أخرى بالخفاء بعيدا عن أعين الجيش السوري. هذه المرة كانت منطقة البراق السويداء هدفا لكمائن الجيش السوري، حيث حاولت مجموعة مسلحة يعني التسلل باتجاه منطقة البراق السويداء في جنوب سوريا. أعين الرصد للجيش السوري وأجهزة يعني المراقبة كانت ترصد تلك المجموعة بعد ورود معلومات عن محاولة